السلام عليكم. أول حاجة ربي يحفظكم الناس الكل، وربي يحفظ التوانسة وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فالمصيبة هذه اللي الناس الكل واعية بها، وإن شاء الله نكون واعيين ونكون فريمون متحضرين ونطبقوا كل ما يلزم باش نحمي رواحنا ونحمي غيرنا. ثم حاجة تريز امبورتونت، رفيق ملي خرج من ليتوال قعد بوزيتيف، وعمري ما نهار خممت في حتى حاجة ولا نقد ماهوش بناء، برغم وجود وقتها جاريتو اللي كنت بنجم نخدم معاه، مي اختياراتو احترمتها، قعد بوزيتيف وقدم ليتوال ما نبيعش وما نشريش باش نرجع للمير، على خاطر هذه اون ريبونس باش نعطيها لبرشا حبايب وصحابي كلموني بعد خروج سيريتال جدي اللي نحييه بالمناسبه واللي نحترمه برشا. من مده اكثر من 3 شهور من اللي اني موجود اون طون كو برومي اونترونور، واني باتصال بمسيو لومير وديما نقول له ارجع، وراهو لو نافير كلمه استعملتها ونعاودها وقلتها له برشا مرات، لو نافير راهو يستنى فيك، ناقصنا باش يرجع لو كوموندون باش يسوق بينا، لو ستاف اي لو ميم، المجموعه هي نفسها، وحتى واحد ما يبدا مدرب ويلوج باش يرجع مسيو لو مير. اني سعيت وعملت المستحيل. من بعد ما خرج جاريدو، لا في ايامات الاخرانيه نتاع جاريدو، اتصلت اني بمسيو لو مير وعاودت اقترحت عليه، برغم وقت اللي ملتزم بالخدمه في القروان، مي حاولت نرجعه لمصلحه النجم الرياضي الساحلي وماهيش مصلحتي الشخصيه. وعلمني مسيو لو مير وقتها من الاول متردد، ومن بعد تالي عجبته الفكره، اتصلت يعني برئيس الجمعيه سيريدا وقلت له راهو مسيو لو مير ينجم يرجع ماهوش رافض الفكره. عاودت اتصلت مره اخرى مسيو لو مير باش نشوف شنو رايه، عجبته الفكره ويستنى في سيريدا باش يتصل بيه، واتصل بيه سيريدا وهذا اللي صار. وعلمني مسيو لو مير كونه رضا الجدي ينجم يخدم معاه، وبالنسبه ليا اني مستحيل نهار قلت له حاجه نيجاتيف. مي اللي استغربته كونه مسيو لو مير يعرف كل شيء، معناتها فما شكون مكلمه وعطيه لي ديتاي دو شي ديتاي، من رجوع علي البريغي، من رجوع شكون، من رجوع شكون، معناتها المعلومات موجوده. وحاولت باش نعرف شكون اللي اتصل بيه، وللحظه هذه عندي شكوك في زوز من الناس. وعلى فكره برشا باتصال مسيو لو مير، برشا لتوا يكلموا في مسيو لو مير، معناتها رفيق المحمدي مستحيل باش اني ننكر مسيو لو مير باش يعاود يرجع، مستحيل. وبحضو بالشهاده نتاع رئيس الجمعيه اللي ينجم يثبت كونه اتصلت بيه وحاولت ننسق بين الطرفين كما عملت المره الاولى، ونسقت بين الاطراف، وحتى حد ما ينجم يقول العكس، اللي مسيو لو مير كيف جا عمناول ما جاش غراس ا موا وغراس ا شرف الدين، ومشكورين الناس الكل اللي سالوني. وهذه بالنسبه لي هذه شهاده اللي مستعد في كل وقت، وراهو على جمعيتي لا نبيع ولا نشري.